لا تقلق من الغد، إن كان الغد من رزق من أجلك سوف يأتيك رزقك، وإن كان الغد ليس من أجلك فلا تشغل نفسك برزق غيرك. هذا أمر الناس كلها في قلق. عارفين أكبر منبع من منابع اليقين استشعار شعور أهل الجنة، اللي هو إيه؟ أمرين: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خوف من إيه وحزن على إيه؟ الخوف يخص المستقبل، كل الناس في قلق، ولك بكرة مش هنلاقي ماء، بكرة في أزمة مياه، بكرة في أزمة طاحنة. المسلم ملوش دعوة بكرة، المسلم يعمل اليوم. ولا هم يحزنون، لا يحزن على ماضي، لكن أنت إن حزنت على تقصيرك في جنب الله في صلاة أو زكاة أو حقوق بينك وبين الله هذا حزن إيجابي، أما أن تحزن على دنيا ضاعت أو أرض ضاعت أو كذا أو كذا هذا حزن سلبي. فأنت لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف من المستقبل ولا حزن على الماضي. هذا الشعور يشعرك أن أنت تسير وفق، شوف أنت وأنت في بطن أمك سجل لك قرص أو شريط فيديو المؤمن قرأه، فإذا حدثت له حوادث يقول والله هذا أمر الله، هذا قضاء الله وقدر، فلنصبر ونحتسب. سبحان الله. وغير المؤمن مدعي الإيمان يذعر كلما حدثت له حادثة، لأن اليقين ضعيف، منابع اليقين مش موجودة. لذلك سبحان الله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا قال ربنا؟ أولئك ها عليهم ها صلوات من تخير، صلوات من الله، يعني رحماء وتفضل وتكرم إلهي وتعطف إلهي على هذا القلب. ولذلك المؤمن لما تجيه المصيبة، لما يكون عنده منابع يقين، ينتظر الفرج. والفرج أبنائي زي الجنين له موعد لخروجه وظهوره، إن ظهر قبل أوانه ولد ميتا. يعني إيه؟ يعني الجنين لو ولد في الشهر الخامس كيف ينزل؟ صح؟ فالفرج له وقت، الفرج له وقت، لما ربنا يأتي به في الوقت الذي يريده هو. أمنا هاجر من الصفا للمروة، من المروة للصفا، من الصفا للمروة، مروة للصفا، سبع مرات. خلاص يا هاجر عملت اللي عليكي، ينبع تنبع زمزم لا عند الصفا ها ولا عند المروة، إذا بالطريقة التي يريدها هو سبحانه وتعالى، وفي الوقت الذي يريده هو، وفي المكان الذي يريده هو، بس